جواريت يلعبوا اول ماتش اوفيسيال مع بعضهم، وبونترونور ما عنده كان 3 شهور معاهم. اليوم كل التوانسه باش يحلموا بارتيسيباسيون 5 في الدورات الاولمبيه، بعد روما 60، سيول 88، اتلانتا 96، واثينا 2004. البلدور هي الخطوة الأولى، معناتها الماتش نتاع السودان، دوبل كونفرونتاسيون نتاع السودان، هي حسب رأيي سيتيني تاب صعيبة، إن شاء الله نتعداوها. الأولاد الكل يد واحد، إن شاء الله هذايا خاطر راية بلاد كاملة، معناها إن شاء الله نشرفوا البلاد وقدرة ربي باش ترشحوا. الثنية اللي باش توصل للري 2016 طويلة وتتعدى من مواجهة ألي وروتور كونتر المغرب في الدور الجاي، اللي كان ربحناها باش تخلينا نلعبوا كان أقل من 23 سنة، اللي باش تتلعب في السنغال في ديسمبر الجاي، وين لازمنا نكملوا ما بين الثلاثة الأولانيين من جملة 8 منتخبات باش لازم نمشيو للجوز الأولمبيك. أما قبل ما نوصل غادي هيت، نبداو في مرحلة أولى في المنتخب السوداني اللي جاي تونس بدون مركبات وبكل ثقة في النفس. أنا جاي أكسب وجاي حافظ على النمرة بتاعتي، لكن ممكن يعني دايما بيقول لك أخرج بأقل الأضرار، يعني أقل الأضرار اللي عندنا التعادل. في المنتخب الأولمبي السوداني تبع نتائج بتاعه، عملوا نتائج طيبة، حتى اللاعبين اللي موجودين عندي موجودين في المنتخب، من اللاعبين تقريبا على الأقل 50% أساسيين موجودين في الليل، منهم 2 أو 3 لاعبين. من جهته المنتخب التونسي واصل تحضيراته تحت إشراف جل المدربين المتعاقدين مع الجامعة، والناس الكل تمني في النفس بصفية على شواطئ الكوبا كابانا. L'entraîneur était là et l'entraîneur national était là et moi je crois que j'ai donné plein de confiance à Maher et Niza. L'التفاف حول الرايه والاحساس المفعم بالروح الوطنيه بدات تروح نهار السبت قدام مدارج خاليه الا من عائلات اللاعبين والمسؤولين اللي كانوا ينجموا يسهلوا جايين لاحباء الاستاد، كان اختاروا مجانيه الدخول وما منعوش اللي اعمارهم اقل من 18 سنه باش يجيوا من غير مرافق. الجامعه زاده كانت تلشم تبرمج مباراه في واحد من استادات داخل الجمهوريه. ثم دي تيران ما تنجمش تلعب فيهم خاطر بدات ما عندهمش جوارات منهم. ثم دي تيران ما تنجمش تمشي لهم خاطر لي كونديسيون تاع جمعيتهم كيما مستيك باغ اكزومبل. باش تمشي للانتيريور انت ولا في جامعه في تيرانات اخرين ما عندكش لا بيلوز، دونك سيتي ان شوار. هات نحكيو كوره، في ضوء الظروف اللي قلناها الكل ما كناش نستناو مردود كبير من منتخبنا، والامل كان واقف على انكسبلوا انديفيديوال لواحد من الملاعبيه اللي وراه برشا صنع السنة في الشامبيونات كيما غيلان الشعلالي، الياس الجلاسي، ادم الرجايبي، ولا ادريس المحيسي. في الاخر وبعد ما ضيعوا اكثر من فرصه ملاعبيتنا ربحوا بالحد الادنى واحد بلاش، والهدف مركيه لارجوش تاع السي ابي سليمان كشوف. الكره انصفتنا في الاخر وماكينا بونتو، صعيب شويه سوغ لو بلان تكنيك، معناتها سيتي ان بوانتو من سليمان اللي زولي شويه سوغ لو بلان تكنيك. تيمير ديما يشكر فيا هكاك باللي جي، المهم تدخل الكره في الشبكه، المهم نفرحوا العباد نفرحوا الجمهور، بالحق استحق الجمهور.